جملة قول لنا عليه عشان ياخد جزائه. لا انت عندك يعني ايه دلوقتي، التهديد انت ده؟ عندك دلوقتي اغلب اخواننا دول راحوا في قطر ونعمها. انت فاكره الاغنيه اللي كانت بتقول بيع قلبك بيع حبك شوف الشاري مين؟ صحيح. اتقلبت دلوقتي عند اخواننا دول لبيع بلدك بيع اهلك شوف الشاري مين. مع الاسف الشديد انت، ما هو ده من ضمن الحرب اللي احنا بنواجهها مع يعني في قوه دوليه واقفه ضدك تساندها الولايات المتحده الامريكيه مع شديد الاسف، وقطر واخده التوكيل بتاع هذه الملفات. وانت حضرتك عارفه الخلافه الاسلاميه والحكايه اللي احنا فيها دي. انا سمع ان في دلوقتي محاولات للصلح مع قطر. ده اللي اعلنه امبارح في واحده من يعني في احد البرامج الحواريه الفضائيه احمد الجرالة الصحفي طبعا كويس قوي. الكويتي المعروف. كويس قوي. انت اخطأتي في حق اهم واعظم بلد عربي. يبقى انت وانت دلوقتي في مفاوضات الصلح ديت، قبل ما اقعد معاكي واتناقش في اي تفصيله، لابد ان قناه الجزيره القطريه هذا الطفح الاعلامي يخرج ويقدم اعتذار لجموع الشعب المصري، لان هذه القناه اصبحت العدو الاول للشعب المصري. عليها ان تتقدم باعتذار للمصريين جميعا عما بدر منها من بعد ثورة 30 يونيو حتى يومنا هذا. صحيح. يعني تبادر بالتوقف الاول عن اللي بتعمل. يعني يا ستي قدمي بادره حسنه. صحيح. انتوا عايزين، انتوا قطر دي لسان حال قطر، مش احنا مش هنضحك على بعض. مظبوط. ده لسان حال قطر. قصد حضرتك يعني ان هو هربان في قطر عبد الرحمن عز يعني؟ وايه الجمله اللي هي يعني الجمله دي برضو قول لنا مين عشان ياخد جزائه يعني، وكانه سؤال استنكاري بيسال فيه عن مشروعيه قتل ضباط الشرطه. لا لا انا والجيش. بص هقول لحضرتك على حاجه. انت يا اخوانا احنا مش عايزين تبقوا ديمقراطيين؟ عايزين. مش في بلد اسمها انجلترا هي اهم بلد ديمقراطي في الحياه واعرق ملكيه في الدنيا؟ طيب البلد دي بتقول لك ايه في القانون بتاعهم؟ انك لابد ان تبدي له عظيم الاحترام. لمين؟ لممثل لسكوتلاند يارد. في الشارع لابد ان تبدي له عظيم الاحترام. انت النهارده لقيت واحد من اخواننا اللي هم بتوع حركات 7 مايو و5 نوفمبر و3 ابريل والكلام الفارغ اللي احنا ربنا بلانا بيه ده، ماسك البولوفر بتاع عميد في البوليس بيجر منه. ايوه ده حصل. الله، اذا ما كانتش الشرطه المصريه هيبتها هترجع، هذه البلد لن تقوم لها قائمه على الاطلاق. طيب دلوقتي بمناسبه الحوار ده يعني اسال